بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار دور كل امين. النهارده احبائي يوم الاربعاء اناجيلها والنبوات بتاعتها كلها بتدور حوالين احداث مهمه جدا في حياتنا، وبتدور حوالين حدثين مهمين. حدث الخيانه من يهوذا الاسخريوطي، وحدث المحبة اللي قدمته المرأة ساكبة الطيب لربنا يسوع المسيح. والحدثين دول مهمين جدا لأن البشرية كلها بتتقسم للفريقين دول. ناس بتحب ربنا جدا وبتقدم له كل حياتها كرائحة طيب، وناس أيضا في المضاد مش قابلة المسيح له المجد فبتقدم خيانة. وإن كنا إحنا بنعاتب على يهوذا إن هو خان المسيح وقدمه لليهود وسلمه ليه، فحقيقة لو كل واحد فينا بيدور في حياته هنلاقي موقف معين ممكن أبيع المسيح للمجد بأرخص الثمن، ممكن أبيع المسيح بأرخص من 30 الفضة اللي باعها باع يهوذا المسيح بيهم لليهود. الإنسان ممكن يبيع المسيح ويشترك مع يهوذا في خطيته. محبة المال، الإنسان بيبيع المسيح من أجل مال بيجري وراه، من أجل أسلوب إزاي يربح، من أجل إزاي يجذب في تجارته علشان يربح المال، من أجل أنه يحتال ويغش علشان يربح. الكلام ده بنعلن ان احنا بنبيع المسيح في حياتنا. ممكن نبيع المسيح في حياتنا لما نبيعه بشهوات حياتنا، شهوات جسد بسيطة او كتيرة ممكن بناخدها وبنعيشها، فاحنا بنبيع المسيح للمجد. الاناجيل النهاردة اول انجيل بيتكلم عن اليهود وهم رؤساء الكهنة لما قعدوا يتشاوروا علشان يقبضوا على المسيح للمجد، وكانوا بيقولوا احنا عايزين نمسكه بعيد بعيد عن الناس في مكان الناس ما تشوفناش فيه علشان ما يسروش الناس فيه. فقالوا احنا ممكن نمسكه بعد العيد، ولكن في الساعة الثالثة نلاقي يهوذا الإسخريوطي اللي بيروح لليهود برجليه ويتكلم معهم يقول لهم انا عندي استعداد اقدم لكم واوريكم ازاي تمسكوا المسيح وتدوني كام. فعطوا له فضه 30 من الفضه علشان يسلم لهم المسيح للمجد. في الساعه الستة نلاقي موقف جميل جدا من ربنا يسوع المسيح، هو موجود في بيت لعازر في حفله كبيره جدا، وتيجي مريم ومرسى بتخدم، وتيجي مريم تقعد تحت قدميه وتغسل قدمي المسيح للمجد بالطيب وتمسحهم بشعرها، والبيت يتملى بالطيب، ويبدأ التلاميذ يتقمقموا ويقولوا كان ممكن يباع الطيب ده ب 300 دينار ويعطى للمساكين، ولكن ربنا يسوع المسيح لهم المساكين معاكم في كل حين، ولكن هي ذي الكلام ده عملته معايا من أجل تكفيني. في الساعة التاسعة نلاقي موقف تاني لسكب الطيب غير مريم أخت العازر، نلاقي المسيح له المجد في بيت سمعان الأبرص موجود، وتيجي امرأة ما قالش الإنجيل اسمها ولكن جت وكسرت قارورة الطيب على رأس ربنا يسوع المسيح، فابتدى البيت كله يتملى بالطيب، وبرضه يهوذا زعل جداً وقدر الكلام ده بمبلغ علشان يتباع بيه ويتعطى للفقراء، ولكن ربنا يسوع المسيح قال لهم حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما صنعته هذه المرأة تذكارا لها. حابب أعلق على عظات اليوم. أول عظة كان بيتكلمها أو بيقولها القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فبيقول كده: أقول هذا الكلام ولا أتركه،
وهو هذا: لا تظنه أنه بعد عزل التبن عن الحنطة يحصل الخطاة على راحة، وأقول لكم كشهادة الكتب أن الملائكة ورؤساء الملائكة فإنهم يصمتون جميعاً، وكذلك القديسون أيضاً يصمتون جميعاً، ويكون حكم الله قولاً تاماً فاصلاً في اليوم الذي يفرز فيه الأشرار من بين الصديقين، وقت أن يلقي الخطاة في أتون النار المتقد. هل الله كالبشر حتى يجعل له مشيراً أو جليساً ليسأله ما هو الذي ينساه الله لكي يجيب به آخر، أو يسأله عن كلمة إلا هذا القول فقط أن يقال من فم واحد: يا ديان الحق أحكامك عادلة، أيه المعطي كل واحد حسب أعماله؟ وليس نحن الذين نذكرك بهذا، لأنك أنت الذي عندك كل الرأفة. هنا أحبائي نبص نلاقي أن إلهام بشمهندس رئيس المتحدين بيفكرنا مع باكر بأن كل واحد يا ترى أنت عملك إيه؟ يا ترى أنت هتقدم طيب للمسيح ولا هتقدم إيه؟ يا ترى أنت هتنكر المسيح بأعمالك ولا هتقدم خيانة مع يهوذا علشان تسلم المسيح بخطية من خطايانا؟ يوم الدينونة هيقف ربنا يحكم على كل إنسان على حسب أعماله، إن كان خير أو إن كان شر. ففرصة لينا وإحنا موجودين النهاردة إن إحنا نرفع قلوبنا لربنا ونقدم توبة، ونقول ربي إدينا إن إحنا نكون ساكبي طيب على جسدك، وليس إن إحنا نكون نسلمك مع هذه المرأة اللي مع يهوذا اللي سلمك لليهود. في عظة تانية للقديس برضو الأنبا شنودة رئيس المتحدين في الساعة التاسعة، بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، بيقول كده: أمران أقولهما لكما، أن جميع الذين يفرح بهم في السماء من أجل توبتهم وهم على الأرض لن يروا حزنا ولا وجعا في ذلك المكان. يعني الناس اللي بتتوب على الأرض، الناس اللي عايشة في التوبة، الناس اللي عايشة في دموع التوبة، الناس دي تتوبة فرحانة جدا في اليوم الدينونة. أولئك الذين لم يفرح بهم في السماء لأجل عدم توبتهم وهم على الأرض لن يروا فرحا ولا راحة في ذلك المكان. يبقى هنا في نوعين: ناس بتتوب، ناس بتبكي على خطيتها، ناس بتقدم توبة، ناس بتصرخ من أعماقها عشان ربنا يسامحها، وناس تانية مستهترة مش بتقدم توبة. اللي بيقدم توبة يجد فرح، واللي ما قدمش توبة هيجد حزن يوم الدينونة. يقول كده: فإلى متى أنت تتكاسل أيضا أيها الإنسان؟ أطلب إليك ابكي على نفسك ما دامت تقبل منك الدموع، وبالأحرى إذا كنت قد عملت أعمالا يحق عليها البكاء. يعني لو إحنا عاملين أشياء خطايا تستحق البكاء، يقولك ابكي على نفسك وحدك ما دام جميع القديسين يبكون معك لأجل خلاص نفسك. يعني القديسين في السماء بيبكوا مع الإنسان الخاطئ علشان يقدم توبة، وهو بيبكي على توبة نفسه، القديسين بيساعدوه بصلواتهم. طوبى لمن امتلأ بكاء على نفسه وحده ها هنا، فإنه سينجو من البكاء وصرير الأسنان الدائم ويفرح فرحا سمائيا. يبقى هنا ربنا بينبه لبنا إن إحنا لابد إن إحنا نكون نقدم توبة ونفحص ضميرنا كويس جدا. يا ترى في خطية موجودة جوه قلبي تمثل إن أنا بسلم المسيح أو بنكر المسيح ولا لا؟ لو في خطية معينة جوه قلبي لابد إن أنا أبكي من أعماق قلبي علشان أكون زي المرأة الساكبة الطيب اللي قدمت، جات عند رجل المسيح بدموع كثيرة جدا، وهي المرأة الخاطئة اللي جات
وهو موجود عند بيت سمعان الفريسي، وجت تبكي عند قدميه بدموع من غير ما تتكلم، ولكن مسحت قدميه بشعرها ودهنته بالطيب، وبالتالي قبل توبتها. أيضا القديس ساويرس يتكلم يقول في عظته الأخيرة: أيها الإخوة، ها أنا أذكركم الآن من أجل الصوت الذي سيكون على الخطاة الذين يكفرون بالناموس وصايا الحياة، لأنه قال: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، فأي عزاء ينتظرون هؤلاء؟ مرة أخرى: ها هو وادي البكاء حيث تكون الدموع، هذه هي الدموع التي لا يكون بعدها عزاء. يعني الدموع اللي بتيجي بعد الموت أو بعد ما الإنسان ما يفقد حياته ملاش قيمة. من ذا الذي يقدر أن يطلب عن الخطاة في ذلك اليوم، يوم الدينونة؟ لأن الملائكة والشاربين والسرافيم تصمت، وجميع الأبرار والقديسين لا يستطيع أحد منهم أن يشفع في البشرية في ذلك اليوم، وتقف كل الخليقة صامتة، والعالم كله يكون تحت الحكم الإلهي العادل. هذا هو زمان الحصاد، هذا هو وقت جذب الشبكة إلى الشاطئ حيث يعزل السمك الجيد من الرديء. يبقى هنا معلمنا القديس ساويرس بينبهنا أن احنا نقدم توبة في حياتنا، ونبكي على خطايانا، ونقدم دموع التوبة اللي تعتبر زي الطيب المسكوب على جسد المسيح، ونقول له: ربي احنا جايين عند قدميك علشان نقعد ونقدم توبة حقيقية من قلبنا علشان تقبلنا. أحبائي، إن كنا محرومين من الكنيسة، ولكن أنا متأكد إن في كل بيت عامل دلوقتي حاطط صورة الصلابوت وحاطط لها مكان معين، والكل بيصلي، والكل بيرفع قلبه، والكل بيفحص ضميره، والكل بيدور على مكنونات داخله وقلبه، وكل حزين هذه السنة من أجل أن الكنائس مقفولة ولكن القلوب مفتوحة لتعزية السماء. ربنا يعزي الجميع، وربنا يفرح كل بيت ويفرح كل إنسان مستعد لقبول المسيح له المجد جوه قلبه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. وكل سنة وحضرتكم طيبين.